السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جالي بيقول عايزين نعمل ركعة شطرنج على الريفت. طيب، بكل بساطة خلينا نقف هنا مثلا ونقول له ان احنا عايزين نرسم مثلا فلور، تمام اهوت، وهنخلي دي مثلا متر في متر. طيب اليونت عندي هنخليها بالمتر، تمام. طيب لو جيت عملت سيلكت على دي وقلت له دي متر، تمام، وجيت عملت سيلكت على دي وقلت له ان دي متر، هتظهر معايا بالشكل دوت. اوكي، طيب هدخل بقى اغير في الماتيريال، هقول له هنا ان انا عايز ادخل في الابيرنس، عايز الغي الصورة، هقول له ريموف ايمج، تمام، واقول له ان انا عايز ايمج ريموف، ونضغط عليها ونبدأ بقى نختار صورة. انا عملت سيرش على جوجل وقلت له عايز ركعة شطرنج، فجاب لي الصورة ديت، جاب لي صور كتير بس دي اللي انا اخترتها. يعني هقول له ايديت للايمج واقول له الماس هنا متر في متر. اوكي، هتلاقي ظهرت عندك بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اشوفها مثلا على هيئة بلان مثلا، فيبدأ يجيبها لك بالشكل دوت، واقول له اوكي تمام. هاجي هنا واقول ان انا اشوفها في الرياليستيك، فيبدا يجيبها لي بالشكل دوت. دي كده شطرنج 1 2 3 4 5 6 7 8، مظبوط تمام. ممكن يكون في زيادة في الصورة او ممكن انت محتاج تعمل اديت وتخليها بالظبط. ممكن برضو طريقة تانية عشان لو تعمل قطعة على الشطرنج، ان انت تعمل قطعة بيضة وقطعة سودة وتاخدهم ميرور او تاخدهم اري او كده، تكررهم بحيث انها تظهر معاك اللوحة كاملة.